السادس والعشرين من مارس 2015 كانت اليمن عموما وتعز على وجه الخصوص مع ميلاد تاريخ جديد يكتبه منتسبو اللواء 35 مدرع بإعلانهم المدوي رفضهم للميليشيات الإنقلابية ودعمهم الكامل للشرعية والشعب في الوقت الذي كانت الألوية والمناطق العسكرية تخلع بزتها وشرفها العسكري وترفع شعار الإنقلاب في سابقة لم يشهد لها التاريخ العسكري مثيل. اللواء 35 مدرع في خلال الفترة من بداية إعلانه ولاؤه للشرعية بدأ المعركة في شهر 4 واستطاع الصمود أمام الميليشيات الإنقلابية وأمام قوة كبيرة جمعوها ضد اللواء 35 وصمد صمود أسطوري وانتشر في مدينة تعز وأسس المقاومة لمدينة تعز حتى سقوط اللواء في 21/4/2015. خرج شباب فبراير في مسيرة سلمية إلى مقر اللواء دعما لأفراده الذين طردوا قائد اللواء الموالي للميليشيات الإنقلابية. بدأ أفراد اللواء 35 مدرع الانتشار في شوارع تعز وتأمين المواقع الاستراتيجية التي حاولت الميليشيات الإنقلابية السيطرة عليها وكان أبرزها جبل قرة. وبحسب مراقبون فقد كان هذا الموقف الوطني الانطلاقة الحقيقية لمقاومة شعبية قوية في تعز رفضا للميليشيات الإنقلابية.